راديو الأهرام يقدم حياة النجوم، أسرار وحكايات، فيها الحلو وفيها المر، نجاحات وإخفاقات. تعالوا نتكلم معاهم عن اللي جاي واللي فات. في أنا والنجوم مع ريهام مازن. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونواصل حلقتنا الجميلة مع شيرين يحيى الجميلة جدا المريحة قوي 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 في الحوار الصدق. دايما بتغني لشيرين عبد الوهاب. هي شيرين عبد الوهاب حب بقى، يعني حاجة كده. ايه رأيك في اللوك الاخير بتاع اولا انا يعني حباه، او يعني هي حره. انا بعتبر ان اي حد بيعمل اي حاجه في حياته يلبس حلق، يقلع، مش عارف ايه، يحط ايه، يشيل شعره. لكن هل انت ممكن تحبي تقصي شعرك كده؟ والله انا شايفه ان هي حق اموره وحلوه وجميله وصوتها حلو. انا بتهيالي ما حدش بيبص على شيرين اصلا في شعر، يعني لا وغير كده يعني انا شايفه ان كل بني ادم حر. يعني مثلا هو لما الراجل مثلا بيحب يحلق دقنه ولا يطول شعره ويعمل بونيتيل، حد بيقول له حاجه؟ بالظبط. ولا بيعمل شعره كيرلي ومش عارف ايه يعني كل واحد انا شايفه انه يعمل اللي هو عاوزه، والناس تسيب بعض بحالها. يعني دايما حشره هي جميله بكل ما فيها، هي حلوه بصوتها بشكلها بشخصيتها بكل حاجه. انا نحترم أنا بعض. أيوة كل طبعا. واحد حر طبعا. هي بقى حره تقلع شعرها، تحط شعرها، دي حاجه ما تخصناش. فرح شيرين كان ترند، كان حاجه رهيبه، خاصه غناكي مع محمد فؤاد وتامر كمان وتامر حسني. تكلميني بقى عن كواليس الفرح. والله انا ما توقعتش ان هو اصلا يبقى ترند او ينتشر على السوشيال ميديا يعني. ويعني انا طبعا كنت مبسوطه جدا بمشاركه النجوم في فرحي، وما كانش تامر حسني طبعا ومحمد فؤاد بس، هما كانوا كتير بس كانوا كتير بس دول كانوا عاملين هو انا غنيت معاهم. وطبعا انا عمل الدويتات. ايوه انا بحبهم جدا على المستوى محمد، يعني بحب تامر جدا على المستوى الشخصي طبعا، عسول جدا جدا جدا. وكنت مبسوطه جدا بصراحه، كان يعني كان فرح خفيف كده وظريف. من الافراح الصادقه اللي ده نقول مشاعر الطبيعيه. تحسي ان الكل كان مبسوط. يعني كل الناس الحمد لله طبعا بفضل ربنا الناس كلها مبسوطه. والناس كلها يعني مثلا نادرا تلاقي مثلا معظم الناس بيمشوا مثلا ايه بعد ساعتين ثلاثه من الفرح او لا، هو الفرح قاعد لحد 6:30 الصبح والناس كلها قاعده صاحيه وبيرقصوا مفرفشين. لا الحمد لله كان طموح شيرين ايه بقى الفتره الجايه، يعني مع وجود زين ومع ربنا يخليه لك يا رب ومع ضغوط الحياه، انت نفسك تعملي ايه الفتره الجايه؟ على المستوى الشخصي طبعا بحاول ان انا اربيه احسن تربيه طبعا، وان هو يكون اهم حد في حياتي. يعني ايه احسن تربيه من وجهه نظرك؟ يعني اخليه لما يكبر يكون قدوه، يعمل حاجه تنفع البلد، يكون هو يعني مش عارفه اقول لك ازاي، بس بحاول ان انا يعني اخليه احسن حد في الدنيا، وفي نفس الوقت ان هو لما يكبر ويلاقيني يفتخر ان عنده ام مثلا زيي، ما يبقاش متضايق مني في تصرفات انا بعملها. ان شاء الله هيبقى فخور بيه. فبحاول ان انا يعني اديله من وقتي كتير علشان اديله تربيه سليمه ويطلع. اسمع الكلام ده عشان لما تسمع لما تكبر تقدر مامتك دي تحطها فوق راسك. هتقولي له ايه؟ اغنيه عايزاكي تقولي له كده حاجه. مش محضره خالص مفيش حاجه تربطك كده للاسف. يعني مش محضره مش حاجه خالص للاطفال، او مش عامله حسابي خالص كده، بس انا احب اقول ان انا بحبك. ممكن تعمل لك اغنيه، خلي بالك السنين الجايه احنا مش عارفين، بس ممكن تطلع حاجه روعه. انت اسكندرانيه، ازاي توصفي اسكندريه في كلمه وفي اغنيه؟ اسكندريه يعني من احلى البلاد، وبحس ان هي يعني بتطلع مشاعري قوي. يعني لما بروح كده وامشي في الشارع واشوف البحر وكده، يعني مثلا تلاقي الناس بيجوا عشان يروحوا اسكندريه يتبسطوا ويشموا. انا بعشق اسكندريه في الشتاء. ويشموا في الصيف بقى. ما تزعليش مني. لا هي صعبه، هي اي بلد ما بحبش اروحها في الصيف. هي اي بلد في الصيف وحشه، بس هي انا بصراحه بتبقى خانقه.
زحمة مصايف بقى وكده. لا بس انا بصراحة يعني بحب قوي اروح واتمشى في الشوارع، وبحس ان هي بلد الفن كده. انا عايزه اقول لك ليه، لان هي دايما الدول او المدن اللي بتبقى ساحليه بتبقى اكتر بتطلع مدن على ناس بالزبط. فنانه بالظبط، ما تحس انكم ايطاليا واليونان بقى وكل الفن حواليكوا يعني. بالظبط بالظبط. فلا يعني انا بحبها قوي، وبحب دايما اروحها لما اكون متضايقه، اقعد على البحر شويه، اتمشى، مش شرط يعني، بس هي فيها شوارع حلوه كتير وحاجات كده. هتقولي لها ايه يا اسكندريه بقى؟ وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا مرية، وعدو مكتوب عليا ومسطر على الجميل، ومسطر على الجميل. هو عملت لها موسيقى مسرحة. شفتي بقى؟ احنا داخلين على عيد الام، كلها كام يوم؟ ايوه امبارح كان عيد المرأة العالمي. عيد الأم هنقول إيه لأمنا في عيد الأم؟ أولاً مامتك، أنت بالنسبة لك مامتك إيه؟ كل حاجة في حياتي. أولاً أنا ما عنديش إخوات، وهي بالنسبة لي نصي التاني يعني. بتعتمدي عليها كتير في حاجات مع زين ولا؟ كل حاجة أعتقد يعني. أنا بصراحة برضو ربنا يخليها لي يا رب. شايله زين من يعني من ساعه ما اتولد ولحد الان. عاوزه اقول لك ان هي متعلقه بيه جدا، يمكن اكتر مني، وبتساعدني كتير اوقات كتيره لما بكون عندي حاجه، عندي شغل، مسافره، هي قاعده بيه وحابه ده. هي بتحس انه ابنها مش ابني يعني. هي دايما تقولي ده ابني انا مش ابنك انت. فبصراحه احب اقول لها يعني ربنا يخليكي ليا، ودايما كده تبقي شايلانا ومعانا، وكل سنه وكل ام بخير يا رب وطيبه، وربنا يخلي كل امهات العالم واللي مامته مش معاه يعني ربنا يصبرك وبس. هل تعتقدي ان ماما هتتعامل مع زين كجده ولا كأم؟ بمعنى ايه؟ ان ممكن تدلعه وتبوظه؟ دي حقيقه. جده قوي يعني. انا دايما خناقاتي كل حاجه دايماً وانت كله لا، كل خناقاتي معاها لا يعني لا حرام. فهي بس حرام معلش. طب دي بس ولعلمك الولاد اذكياء في السن ده قوي، وعارف ان هي اللي بتوافق على الحاجات فبيروح لها. ايوه. فطبعا انا بنهار بقى من الموضوع. عاملين عليكي يا ماما الربطيه. عايزين نغني حاجه؟ هساعدك نغني بقى ست الحبايب. يلا بينا. لان ست الحبايب دي يعني انا ههديها لامي وهي هتديها لامها، ويعني ست الحبايب يا حبيبي. يلا انطلقي بقى، انا هقف النص وهي عندها العالي هنكمل. ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل كتيبه، يا رب يخليكي يا امي، يا رب يخليكي يا امي. ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. برافو عليكي انت اللي برافو عليكي. رمضان كمان جاي، كل سنه وكلنا طيبين. بتستعدي ازاي في رمضان يا شيرين؟ بتعملي ايه؟ بحب قوي اجواء رمضان بقى. يعني تعملي بقى سفرات وكده ولا من النوع اللي ما بتحبيش؟ لا بحب بقى. اولا بحب لمه رمضان قوي قوي قوي، وبحب قوي الاجواء الرمضانيه في البيت، وببقى دايما يعني ببقى محافظه قوي ان انا مثلا قبل رمضان اشغل الاغاني بتاعه رمضان وابدا اعلق الزينه في البيت. وبحب طبعا نتجمع انا واصحابي انا واهلي، يعني ليه طبع خاص كده عند كل بيت. ما بيفكركيش بحاجه في رمضان؟ رمضان جانا. طبعا الاغاني دي الاغاني دي انت. طب ما نعمل حلقه عن قرب رمضان احنا بنقول كل حاجه تنورينا. احنا ما صدقنا احنا بنقول كل حاجه دلوقتي. خطفناها من زين، فانا يعني عمال اخد منها as much as we can علشان مش هنقعد نشحططها معانا كل شويه. تعالي قول حته صغيره كده. قولي حته صغيره. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا قولوا له شهر بطوله، غنوا قولوا
جال رمضان، رمضان جال، أهلا رمضان قولوا معانا، أهلا رمضان جال. الله عليها، كله بيجي عندها زي الفل. ربنا يخليك. الله يخليكي، وكل سنه وانت طيبه ودايما كده تبقي في احسن صحه واحسن حال. انا عايزاكي تقولي لي هتعملي ايه في رمضان غير الحاجات الانسانيه اللي انت بتعمليها طبعا والعزومات والكلام ده. ناويه تعملي اي حاجه فنيه في رمضان؟ تعملي تشاركي في ليالي رمضان اي حاجه؟ بصراحه بحس ان رمضان ده بيبقى، برافو عليكي، من قبل ما تقولي، يعني عباده اكتر. هو بحس ان هو يعني حاجه شهر بيوصلنا بربنا قوي. بتقري القران فيه؟ الحمد لله. وصوتك حلو لو لا جاوبتي. لا مش بعرف، بس انا بقرا كده يعني حاجه مني لربنا. ولكن بحب قوي ان انا احتفظ بيه في البيت مع العيله. ما احبش ان انا يعني اطلع اعمل فيه حاجه. لا انا مش عايزاكي تقري، لكن انا بتكلم ان في ناس وهي بتقرا القران بتحس ان صوتها جميل وهي في البيت. لا ما جربتش اعمل ده بصراحه. ما جربتش. لا ده انت صوتك روعه، ده انت لو عملتي ده هيبقى تحفه. ما جربتش، بس ممكن ابقى اجرب ان شاء الله. يبقى شهر الروحانيات، نتمنى بقى ان الناس تركز شويه، نركز عشان احنا مش عارفين ايه اللي جاي بكره. واحنا كل يوم ايش، كورونا، حرب عالميه ثالثه، عايزين بقى خلاص احنا رايحين يعني. فعايزين ربنا يسترها معانا، وان شاء الله نلتقي بالجميله شيرين قريبا، ويبقى عندها اخبار حلوه. هي دايما هتجيب لنا الاخبار الحلوه. استمتعنا بالحلقه جدا معاكي، كنتي ضيفه خفيفه وصادقه وجميله. نتمنى ان احنا نكون اسعدنا المشاهدين كلهم بتوعنا، وان شاء الله نقول لك كل سنه وانت طيبه. ما هي ام دلوقتي، كل سنه وانت طيبه وانا طيبه وكل الامهات طيبين، ورمضان كريم على الجميع. نشوفكم على كل خير. ارق تحياتي ريهام مازن.